مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد في الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بشمال الوطن عدا تشكل بعض السحب الرعدية. فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية ستمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن بالصحراء الوسطى، ستكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 31 درجة بشمال الصحراء، 32 بتندوف وحتى بإن صالح، 33 درجة بأدرار، 30 بإليزي أقصى الجنوب الجزائري، تقارب 24 إلى 25 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيدي. أما ظهيرة الغد بحول لها الحرارة القصوى ستبقى دائما في استقرار، لن تتعدى أيضا 31 درجة بعنابة سكيكدا، 33 بالجزائر العاصمة، 32 درجة بوهران مستغانم، 36 بتيزي وزو، 34 درجة ببتلة، 33 درجة بقسنطينة الصيف والبيض، 38 بغليزان شلف ومعسكر، لن تتعدى 42 بشمال الصحراء، 45 درجة بتندوف، 46 درجة بأدرار، إن صالح 37 إلى 39 درجة بتنرست تتواجه التي تقارب 44 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر النهار الغد سيبقى هادئ لكن هذا على السواحل الغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، لكن البحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية بالرغم أن سرعة الرياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. هذا داخل الوطن. خارج الوطن إلى طوكيو، هنا الأجواء ستكون ممطرة مع 32 درجة، نفس الأجواء ببكين مع 23 درجة، هونغ كونغ 29 درجة، إذا مانينا لتقارب 31 درجة، بانكوك 32 درجة، الأجواء مغشرة جزئيا بدكا مع 34 درجة، الأجواء ممطرة بنيو دلهي مع 32 درجة، 29 درجة بسنغافورة، وفي الأخير جاكرتا. دائما الأمطار ستكون في الموعد، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 32 درجة مئوية. شروق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا وعشر دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.